لحظة، ممكن اسمع صوت ابني بالأول؟ الو، وين صرت يا ابني؟ هلا صرنا على حدود سيدي. خليني اسمع صوته. استاذ فارس، تحب نوقف ترتاح ولا نكمل؟ لا خليك ماشي، الله يخليك، ما توقف محل. حاضر معلم، يعطيك العافية. انا جاهز. انا العميد كنعان الصايغ، وهذا الفيديو بمثابة وقفة مع الذات واعتراف بالخطأ. طبعاً أنا رح أعترف بأشياء بكامل إرادتي الشخصية وكامل قواي العقلية والجسدية. بلشت القصة قبل 20 سنة. وقف شو يعني؟ بس الوقف من فترة. لك عم أقول لك وقف! طبعاً ما فينا نرجع الزمن، بس فينا نعترف بالأخطاء ونتحمل نتيجتها. وأنا بهذا الفيديو أقر وأعترف بكامل مسؤوليتي عن كل الأخطاء اللي صارت أثناء تواجدي على رأس هذا السلك. وشكراً. يعطيك العافية كنعان، بعتقد أنك عملت الصح. أبو مشهور، ممكن ما تتصرفوا بهذا الفيديو قبل ما أصير خارج البلد؟ ابني، أنت بدي اطلب منك طلب واحد بس، بدي اياك يا ابني تكون رجال، لانه ما عاد عندك خيار تاني. الشخص الوحيد اللي طول عمره عم بيدفع ثمن طيشك ما عاد موجود، دفع اخر شيء ممكن يندفع، دفع حياته. لف وارجع صراخ، لك ارجع يا شباب. دقيقتين ما بطول. ايه مستناكي.